الو ميسا، انا لازم اشوفك ضروري. ايه خير؟ في حاجه؟ مش هينفع الكلام في التليفون. ايوه بس ما بسش يا ميسا، لازم تيجي حالا، انا مستنيكي في البيت. في البيت؟ اطلعي من الباب اللي ورانا عشان ما حدش يشوفك. طيب، مسافه السكه مش هتاخر عليك. باي. هو مين اللي كان بيتكلم يا ميسا؟ ابدا يا علي، دي ماما اصلها كانت تعبانه قوي ومحتاجه ان انا اعدي عليها في البيت ضروري. لا سلامتها، الف سلام. تحب اوصلك معايا واطمن عليها بالمره؟ لا، انا مش حابه اعطلك، انا هروح اطمن عليها وهرجع على طول. طب سلمينا عليها. الله يسلمك. صلاح، في ايه صلاح؟ انت كنت عايزني ضروري في ايه؟ ابدا، وحشتني يا ميسا، اشوفك بس كده. وهي دي حاجه شويه يا ميسا؟ الله يجازيك يا صلاح، انت وقعت قلبي، ما قلت جنبك حاجه. ايه ده، انت بتخافي عليا ولا ايه؟ طبعا بقالك كتير ما جيتنيش البيت، فاكره؟ اشربي شاي ولا قهوه؟ نسكافيه ولا نسيت؟ عمري ما نسيتك ابدا، دايما في قلبي وفي عقلي. طيب تعالى بقى نعمله زي زمان. عندك لبن؟ اللي عندك. معلقتين ونص زي زمان؟ لا، ده كان زمان، انا دلوقتي بشرب كل حاجه من غير سكر. ليه صراحه؟ زي ما تقولي اتعودت على المر. طيب ما تجرب تغير وتتغير. تفتكري ممكن؟ جرب. ماله، اجرب. ودي كانت اكبر غلطه غلطتها في حياتي، سمعت كلام امي ووافقت على عدلي، كل ده كان عشان خاطر الفلوس. اشتراني بفلوسه. لكن ياخد القرد على ماله، يروح المال ويفضل القرد على حاله. 7 سنين يا صلاح، 7 سنين وانا عايشة مع بني ادم ما عندوش رحمة، ما عندوش انسانية، انسان كل همه الفلوس ومصلحته وبس. الناس من حواليه مجرد سلم يطلع عليه او حتة ديكور يتزين بيها. عدلي ده بني ادم ما عندوش قلب. طب ما سبتوش ليه يا ميسا؟ اسيبه اروح فين يا صلاح؟ اروح لمين؟ بعد جوازي من عدلي اتقطعت صلتي بكل الدنيا، حتى امي مش بشوفها غير في المناسبات وبس، او لما تعي. هي دي الحجة اللي أنا خرجت بيها النهاردة. يعني أنت يا ميسا عايزة تفهميني إن عدلي ضحك عليكي وخلاكي سرقت المستندات من مكتبي ودخلت من السجن، ورجع ضحك عليكي تاني وجوزك بفلوسه، وأنت جاية دلوقتي تشتكي له؟ بعد إيه؟ بعد إيه يا ميسا؟ صلاح صدقني، أنا عايشة مع عدلي، حاسة إن أنا مدفونة بالحي. عارف يا صلاح، يوم ما كلمتني واتقابلنا كانت أول مرة من سنين أحس إن أنا عايشة، أحس إن أنا بنات ما عندي قلب رجع يدق تاني. صلاح ايش يا صلاح، انا مبقاش ليا حد غيرك في الدنيا. عارف انا نفسي في ايه؟ نفسي الزمن يرجع بيا 7 سنين ورا،
الوقت ما كنا بنحب بعض، كنا مخطوبين. نفسي صراحة، نفسي الماضي خلاص حصل، مفيش بايدينا نغيره، بس المستقبل، المستقبل كله ملكنا، نقدر نغير، نصلح اخطائنا، نرجع حبنا تاني. يا ريت يا صلاح، يا ريت. هيحصل، هيحصل، طول ما احنا مع بعض وايد واحده كل حاجه في الدنيا ممكنه يا ميسا. الانتخابات اللي جاية هتكون أنزه انتخابات في الثلاثين سنة اللي فاتوا، هتكون منتهى الجدية ومن غير أي ضغوط، لأن هو ده المبدأ اللي احنا أسسنا بيه الحزب من أول يوم، منتهى الصدق، منتهى الشفافية. آه رشد، عرفت حاجة؟ زي ما حضرتك توقعت بالظبط، قصة حب معقدة مفيش أي حد يعرف عنها أي حاجة، أنا وإنت ونشوة وبس. قصة حب معقدة، حلو معقدة، أنا توقعت معقدة. بس كويس، كويس إن إحنا هنمسك نقطة ضعف عند الواد اللي اسمه حربي ده، يعني نقدر نستغلها في الوقت المناسب، ده لو فكر في أي لحظة إنه يلعب بديله. رشد، أنا عايزك أنت ونشوة تتابعوا الموضوع ده بس من تحت لتحت، من غير ما حد يحس. طبعا يا باشا. بالمناسبة الموضوع بتاع نشوة ده ينزل في العدد اللي جاي. طول عمرك صاحب واجب يا باشا. الو، ايوه عزيز بيه، سبحان الله، ده انا كنت لسه بتفرج عليك في التلفزيون، كنت منور الشاشة والله. لا لا لا، ده انت قلت كلام رائع، أنا بكرة إن شاء الله هنشر كلامك كله في الجريدة عندي وفي الصفحة الأولى تحت منشط الصدق والشفافية شعار المرحلة القادمة. لا العفو يا باشا، ربنا يخليك لينا ولمصر كلها، ده إحنا بنفتخر بيك في كل حتة. بكرة الصبح خير يا باشا. لا لا طبعا ما عنديش اي مانع، هكون قدام سعادتك في الميعاد بالظبط. مع السلامه. مع السلامه عزيز بيه. خير يا باشا؟ عزيز بيه كان عايز ايه؟ عايز يقابلني بكره الصبح ضروري. ما قالكش بخصوص ايه؟ ما قالش، بس صوته وطريقه كلامه مش مطمناني. واحنا مستعجلين على ايه؟ بكره مش بعيد، بكره هنعرف ونفهم كل حاجه. بقولك يا دنيا. هاي دنيا، انا هروح انا خلص حساباتي مع الزنبي. طب ماشي، روح وارجع على هنا تاني. لا، ما انا هخلص واسبقك انا على البيت علشان لازم الم حاجتي كلها، عشان انا ان شاء الله من اول بكره انا وارجع الحته تاني. طب قولي يا بنت، اوعى تنامي يعني من غير ما تسلمي عليا، اوعى تلاقي الاصل. لو جيتي لقيتيني نايمه بصحيني. ماشي دعاء، يلا سلام. سلام. هو عزام بيه مش هنا ولا ايه؟ عزام بيه مش هنا، اضطر يروح العوامة، عنده مصلحة مع ناس هناك، وقال لي أول ما توصلي أخدك أوصلك عنده. العوامة؟ أيوه العوامة، قال لي أوصلك على عنده هناك، عايز يخلص حساباته معاكي. طب أنا هروح أقول لبيت الدنيا عشان تبقى عارفة. مفيش داعي على إيه؟ هي مسافة السكة، هنروح ونرجع على طول.
وبعدين قلت لك مع ناس مش هطول معاك كتير. طب يلا بينا عشان ما نتاخرش. هو قال لك رصيف كام؟ 53 او 54. طب خش الشمال اللي جاي ده. عفارم عليك يا ده زين، بس النبي المره الجايه بالهداوه شويه لحسن انا بتخض. طب خش خش. مساء الخير يا مساء. مساء النور يا عادل. رجعت امتى؟ من شويه. ايه اللي اخرك ده كله؟ اصلي اضطريت اخدها للدكتور، وانت عارف بقى عيادات الدكاتره والمواعيد والزحمه. الدكتور قال لها ايه؟ قال لها السكر زياده والضغط عليه شويه. وهي عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله احسن. طيب كويس. بقول لك يا عدلي، انا متهيالي كده بقى ان انا لازم افوت عليها كل كام يوم علشان ابقى اطمن عليها. اشمعنى؟ يا عدلي دي امي، وبعدين دي ست كبيره وملهاش حد غيري. هنشوف هنشوف. بقول لك ايه؟ انا ميت من الجوع. هطلع اخد حمام وانزل، يا ريت فتحي يجهز العشاء. امرك يا عدلي. بيقول لك ممنوع الدخول، هنعمل ايه دلوقتي؟ همك او اليافطه دي؟ مش القصد يعني، بس افرض حد شافنا جوه. يبقى مش لازم حد يشوفنا يا زين. يلا. اتفضل. ايه ده؟ امال فين الناس اللي انت بتقول ان عزام بيه قاعد معاك؟ ظهر عليهم لسه ما جوش. اقعدي استريحي بقى لما ادي البيه خبر بس. يا نهار اسود ومنيل، ده هنلاقيه فين في وسط الغابه اللي احنا فيها دي؟ بقول لك ايه؟ انا احسن حاجه انا اروح من هنا وانت من هنا وربنا يسهل. حربي؟ ها؟ هو البتاعه دي رقمها كام؟ 3225. اوعى تنسى يا زين. طب بقول لك ايه؟ خلينا مع بعض احسن. يا زين انت خايف؟ يا جدع انت عيب عليك، انت بتعرف عني كده؟ يا ابني انا افوت في الحديد. بس انا قصدي يعني خلينا مع بعض، بدل ما انت تروح من هنا وانا اروح من هنا وانتوه من بعض في الاخر. مش هنتوه يا زين، مش هنتوه. ماشي يا عم حربي، ما نشوف اخرتها معاك. ازيك يا دعاء؟ اهلا يا عزام بيه. اهلا اهلا يا حبيبتي، اقعد استريح. حاضر. ها اخبارك ايه، كويسه؟ الحمد لله نحمد. ها اعمل لك كاس معايا؟ لا شكرا، ما سعادتك عارف ان انا ماليش فيه. يا حبيبتي كاس واحد مش هيعمل حاجه. والنبي معلش عافيني. لا 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 لا، ايه انت عايزه تكسفيني ولا ايه؟ معاش ولا كام بس يعني اصل مفيش لا اصل ولا فصل. خد يا حبيبتي. ها اخبار زين ايه؟ الحمد لله كويس الحمد لله.
ها وقررتوا تتجوزوا امتى؟ يعني ان شاء الله كده قريب، يعني قريب لما الظروف تسمح ان شاء الله. والله هتوحشينا يا دعاء، بس هنعمل ايه بقى عشان خاطر سيزين؟ معقول يا دعاء جاسك زي ما هو ما خدتش منه ولا بق؟ ما قلت لحضرتك النعمه ماليش فيه. لا ما ينفعش، الليله دي ليله الوداع ولازم نحتفل بيكي، واللي هقول لك عليه تنفذي بالحرف الواحد. يلا حبيبتي بق. لا يا حبيبتي جربي بس للاخر 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 للاخر. ايوه ده طعمه حامي قوي، هزم بخس عليك في الاول بس بعد كده هيبقى حلو قوي. برعي كاس تاني للانسه دعاء. حربي حربي. ايه زين؟ لقيته. عفارم عليك هذا زين، امسك نوره. خد يا دودو. لا 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 انا دماغي اتقلبت ولساني ومش حاسه بنفسي اصلا. ولو قلت لك عشان خاطر يا حبيبتي. لا والنبي على ذنبي خلاص بقى، وكمان انا لازم امشي عشان انا كده كتير. لا تمشي تمشي. تروحي فين يا حبيبتي؟ لا لا يا حبيبتي بصي، انت عشان تعبانه انا هقول لك تمشي ازاي من غير ما تاخدي المكافاه بتاعتك وفلوسك وهديه جوازك. اه صح. طيب بصي هقول لك حاجه، شكلك تعبانه. بص انا اقول لك اخلي دنيا هي تجيبهم. وليه دنيا يا حبيبتي؟ ليه دنيا بس وانت موجوده؟ بصي انت هتطلعي فوق تخش الحمام تغسلي وشك علشان تفوقي، وبعد ما تفوقي هتخشي على الاوضه هتلاقي الكومودينو جنب السرير، هتلاقي في ظرف في فلوسك والمكافاه، وفي لفه تانيه في هديه جوازك هتاخديهم يا حبيبتي، وبعدين هخلي برعي يوصلك للبيت. واخده بالك؟ اصل انت شكلك تعبانه قوي، وانا جايلي ناس بصراحه ومش عايزهم يشوفوكي وانت في الحاله دي. خلاص يا حبيبتي اروح بقى. اه طبعا هتروح على طول. ماشي. يلا حبيبتي. اه كويسه. طيب برعي علامة اكس مش كده؟ اه. طب يا معلم استنى ايه؟ ما يلا نخش نجيبه. استعنا على الشباب اللي هنا. انت هتعيش عليها دور الشرف ولا ايه؟ ولا انا مشبهش الجربوع بتاعك اللي اسمه زين؟ بقول لك سيبني. اوعى. انا سيبك فين؟ بقول لك اوعى. اي يا بنت الكلب. ابوس ايدك. لا ابوس ايدك. لا ابوس ايدك. لا